السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف برنامج الليبر اوفيس رايتر ازاي اقدر اعمل بوك مارك. تمام، بوك مارك عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا في اماكن معينة عايز ان انا اوصلها بسهولة. على سبيل المثال مثلا الكلمة دي انا عايز اوصلها بسهولة، ما اقعدش اقعد الف عليها. فلو طلعت فوق هتلاقي انسيرت هايبر لينك فوت نوت بوك مارك اهيت، هتضغط عليها وتبدأ بتسميها. مثلا ممكن تسميها اسيست مثلا، سوري تمام، وتقول له انسرت. تمام، بقت موجودة اهيت دي. مثلا ممكن تقول له انا عايز اعمل بوك مارك امبروف، وتقول له انسرت. تمام، مفيش اي حاجة ظاهر خالص ان في حاجة مميزة هنا، لكن بكل سهولة لو رحت للنافيجيتور بتلاقي كل حاجة موجودة هنا. ممكن تقول له انا عايز اتصفح من خلال البوك مارك، هتلاقي البوك مارك اهوت. فلو انت في اي مكان وقلت له انا عايز اروح للبوك مارك ديت، هيروح على طول للامبروف، هيروح على طول للاسيتس اهيت. فدي بتسهل عليك لو انت عندك بحث كبير جدا في اماكن معينه، ممكن تعملها زي بوك مارك ليك. حتى ممكن تعمل هايبر لينك بعد كده، يعني تقول له مثلا دي انا عايز اعمل هايبر لينك، انسيرت هايبر لينك. فممكن تقول له انا عايز دي صفحه انترنت او ميل او دوكومنت. ففي قلب الدوكومنت هتلاقي عندي هنا تارجت ان دوكومنت، اقدر اجي هنا واقول له ده انا عايز البوك مارك ديت اللي هي اسمها اسيتس مثلا، ابلاي، وبعد كده اوكي. كده اصبحت دي زي ممكن تدوس كنترول اصبح هايبر لينك، اول ما تدوس عليه يروح نقلك ليه البوك مارك اللي انت مميزها قبل كده اللي موجودة في قلب الصفحة. وممكن حتى صفحة تانية، مش لازم في نفس الصفحة،